هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخاني. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فنامي. كلام جميل، ولكن تخيلت أنا كده لو كانت البداية هنا، بداية النبت الآدمي، كان ماذا يقول؟ أموت أنا وهي تنور مطرحي؟ حقيقي نموت نحن وتنور الأرض أو مكاننا أو الوطن مطرحنا. هنا كانت البداية، بداية النبت الآدمي، والتاريخ يقول أن بداية أول نسل آدم مع بداية أبجديات الحياة كانت هنا، هي الحياة. إذن شافكي، كانت هنا البداية والنهاية مشاهدينا، وكانت الإطلالة الأولى، وهنا خط الأقدمون أولى أبجديات الفعل الإنساني، هنا ربيع الحياة، هنا أريحة. في البداية مشاهدينا اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا الكرام. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بالأستاذ حسن صالح. أهلا وسهلا فيك، عزوفتك وأنت رئيس لبلدية أريحة سابقا ولفترة طويلة، وأنت ابن أيضا أريحة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وأيضا اسمحوا لنا مشاهدينا نرحب بمدير السياحة والآثار الأستاذ إياد حمدان. أهلا وسهلا فيك. طبعا في البداية مشاهدينا نستأذنكم ونستأذن الضيوف حتى نشاهد هذا التقرير. يتحدث هذا التقرير عن أريحة تاريخيا وحضاريا من ناحية الدينية والحضارية، وأيضا الناحية الدينية وما إلى ذلك من أمور، أيضا تضاريس وجغرافيا. هذا التقرير سيأخذنا إلى أريحة، خلينا نشاهده وبعد ذلك نعود إلى بيت للكل. أريحة اسمها الثامن، عمره 9000 عام، كأقدم مدينة قائمة على وجه البسيطة، وهي مدينة القمر عند الكنعانيين أهل البلاد الأصليين، وفي السريانية عن الرائحة والأريج، وهي بوابة فلسطين الشرقية، وما زالت تحتفظ بطريقها التجاري القديم الرابط بين القدس مرورا بها إلى الأردن. تتكئ أريحة على سرير التاريخ تحت سطح البحر ب250 مترا، لا تماثلها بموقعها المميز مدينة أخرى. تعاقب على عمرانها 23 حضارة قديمة لتحظى بأقدم نظام درج وأقدم حائط وبرج دائري دفاعي بالعالم، لتشكل أول مدينة عرفت التحصين بالتاريخ. أطلالها تقع على بعد 2 كيلومتر من موقعها الحالي قرب نبعة للسلطان. أعادت السلطة الوطنية الفلسطينية إحياء الاهتمام بأثارها الفريدة منذ أن أصبحت أول مدينة ترفع العلم الفلسطيني في العام 93، فازدان تل السلطان وجبل القرنطل أو التجربة ذو 40 كهفاً المسكونات بالرهبان والنساك على خطى صيام السيد المسيح عليه السلام. وعلى بعد 5 كيلومترات إلى الشمال من مدينة القمر، كنز فسيفسائي كان ذات يوم مقر الدولة الأموية، تحكم منه إمبراطورية تمتد من الهند حتى فرنسا، زمن الخليفة هشام بن عبد الملك، والذي يحمل قصر هشام كنيته وتاريخ حكمه. تطورت أريحة سياحيا بالمرافق والفنادق والمطاعم العصرية، لتبقى أيديها مفتوحة على مداد تاريخها المحتضن للزوار والسياح والباحثين والمحبين الذين يسلكون دروب الأجداد تبركا بهم ونهلا من حضارتهم وانبهارا بأعمالهم التي تضم مئات المواقع الأثرية التي تحاكي حضارات وملوكا وجيوشا وأنبياء وقديسين سكنوها ومروا تحت ضياء قمرها. أجدد الترحيب بضيفي بيت للكل في هذه الحلقة الخاصة، الأستاذ حسن صالح والأستاذ إياد حمدان. أنبئكم بأننا نطل عليكم من هذا المكان المغرق بالرمزية التاريخية.
وهذا يقودني إلى أن أسأل السيد حسن صالح، وقد شغل العديد من المناصب الوظيفية بضمنها رئيس بلدية هذه المدينة الجميلة التي يقطنها، هو يسكنها وهي تسكن وجدانه بالتأكيد. أستاذ حسن، أريحة مغرقة بالرمزية، مغرقة بالأثار، مليئة بالأثار، وكل هذا دلالات واضحة على أنها مدينة ضاربة جذورها في عمق التاريخ. أنتم كأبناء مدينة، ما الذي يعنيه لكم ذلك بالمعنى الإنساني، بالمعنى الحضاري، بالمعنى المعنوي والمعنى التاريخي؟ أولا شكرا لتقديمكم الجميل، وشكرا لأريحة. أريحة حقيقة كما قلت هي مدينة رمزية بكل ما تعنيه الكلمة من أبعاد ومعاني ومعطيات، ولكن أهم رمزيات أريحة أنها الأول هي بداية الإنسان. هنا كانت بدايات الإنسان، مشان المي ينبع عين السلطان، نزل الإنسان الأول من الجبل إلى 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 منطقة أريحة، وكان فيها أول الزراعة، أول بيت، أول جيرة، وبالتالي كل البدايات الأولى الحقيقة انطلقت من هذه المدينة العظيمة المملوءة بالرمزية. بالنسبة لنا أو بالنسبة لي كمدينة، بحس حقيقة بهذا الانتماء الجميل اللي الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك شايفها من الشام، من دمشق، شايف أريحة، وبالتالي يصدر أوامره في بناء هذا القصر في هذا المكان الجميل حتى تكون شتويته شتوية ريحوية. واليوم يمكن عم بنشوف أنه أغلب الفلسطينيين بكل مدن فلسطين هي شتويتهم في أريحة، رغم أنه هالأيام صارت جمعتهم في أريحة، يعني من الخميس إلى الأحد أريحة مليانة بكل فلسطين. وبالتالي هذه هي رمزيات أريحة، أنها مدينة للكل، أنها مدينة لفلسطين، أنها مدينة للأمة أيضا، وهي مدينة البدايات في كل يعني شيء. هنا هذا بس فقط يقودني إلى مداخلة. هنا قرر الآدمي الأول الذي وطئت قدماه هذا الثرى، وهي المنطقة الأكثر انخفاضا في على وجه الكرة الأرضية، هنا قرر أبجديات التعاطي مع كل مكونات الحياة. بالضبط بالضبط، لذلك هنا، لأنه هون لما نزل كان عايش في المغارة، لما نزل إلى هذا المكان صار لا بده يعيش في 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 قرية، في 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 مدينة، ولذلك كان فيها أول بيت. ويمكن وهون عملنا غناي الحقيقة عن أريحة فيها كل هذا الكلام عن هذه البدايات، عن هذه الرمزية، عن هذه المعطيات. أنا بدوري أولا سعيدة جدا أن أنا موجودة في أريحة، يعني حضراتكم بتتكلموا وأستاذ يعني حسن صالح بيتكلم وأنا عيني عمالة تتخيل الإنسان الأول عندما نزل، يعني نزل يبحث عن بيت، ثم يبحث في البيت يبقى مجتمع، مدينة، حياة، يعني إذن هو خلق الحياة عند نزوله. صحيح. طيب صحيح. بما أننا في مدينة مليانة من الأثار الكثيرة، ويبدو أن يعني عين السائح العالمي بقت تنظر إلى منطقتنا العربية بما فيها من أثار وتاريخ وحضارة، فسؤالي بالتالي ليه أستاذ إياد حمدان، أستاذ إياد، يعني ما هي كم الاكتشافات الأثرية اللي موجودة؟ إحنا أصلاً موجودين في قصر من الاكتشافات، قصر هشام ابن عبد الملك، فهذا الكم الكبير من الاكتشافات يعني كلمنا عنه. يعني أريحة حقيقة فيها نموذج لاحتواء لمدينة ومنطقة تحتوي على مواقع أثرية وتاريخية ودينية من فترات مختلفة، تسلسل تاريخي من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. تحكي عن الإنسان لما فكر في حياة الاستقرار، بلش بأريحة، بدايات المدن بأريحة. الإنسان لما فكر بالزراعة، الإنسان الفلسطيني واكب بلاد ما بين النهرين في منطقة عين السلطان بأريحة. وصولا للفترات الحديثة، نشأت في أريحة الديانة المسيحية. احنا بنحكي ان في فلسطين وأريحة بالذات احتوت بدايات الديانة المسيحية
عبر عديد من الأديرة اللي يعني كانت بمنطقة البرية اللي هي برية فلسطين أو برية القدس اللي هي بتمتد معظمها في منطقة أريحة وصولا للفترات الإسلامية والحديثة. ويمكن أحد المواقع الأخرى هي موقع قصر هشام. طبعا لاحقا غير موقع قصر هشام بالفترة الصليبية اشتهرت أريحة فلسطين بشكل عام على مستوى اقتصادي على مستوى المنطقة بتصدير السكر، حتى أن أحد الرحالة أعتقد ياقوت الحموي يعني يمكن كان لم أذق أطيب من سكر أريحة، كانت بتصدر السكر إلى مناطق العالم. حقيقة أريحة كان لها دور مهم على كافة الأصعدة. أنا عرفت أنه القصر يعني الخلفية اللي من خلفي هنا ده ما تبقى من القصر عاليا، يعني يمكن أستاذ حسن قال لي ده قبل التسجيل. فهل السائحين بيجوا قصدين خلاص أشياء بعينها؟ بيجوا السائحين بزوروا الموقع الأثري، لكن على الإشارة اللي ذكرتيها الطابق الثاني، هذا هي عبارة كانت عن شباك الطابق الثاني لهذا القصر. قصر هشام كان بيحتوي على طابقين طبعا وعديد من المرافق، ويمكن من أهمها وجود أكبر أرضية فسيفساء متصلة في العالم، أحد أكبر الأرضيات الفسيفسائية في العالم، تحكي اللي هي احنا بنسميها قاعة الاستقبال والحمام الكبير. في عدد كبير من المرافق بهذا القصر اللي أنشأوه الأمويين بمنطقة احنا بنسميها بادية الشام. طبعا تحتوي على عدد من القصور اللي أنشأها الأمويين زي قصير عمرة، قصر الحير الغربي، قصر الحير الشرقي. نعم، يمكن كمان يعني احنا راح ندخل شويه لانه حابين نعرف عن تفاصيل هذا المكان التاريخي والاثري اللي له اهميه جدا كبيره، لكن اسمح لي استاذ حسن، يعني رغم اهميه هذه المنطقه من ناحيه دينيه نتكلم، من ناحيه تاريخيه واثريه نتحدث عن جوها، مياهها العذبه، المناخ فيها كمان زي ما حكيت مصايف احيانا، يعني المناخ فيها احد ميزاتها من اهم ميزاتها، لكن على الجانب الاخر هاي الميزات احيانا قد تضعها في عين الاستيطان، يعني بمعنى اخر قد يتم استخدامها للاستيطان العسكري، يعني استخدام قطعه من الارض لغايات عسكريه بيبرروا ذلك وهذا ما بيبرروا، يعني هذا ابعاده على الناحيه السياسيه لاريحه، ماذا يعني؟ بس ذكرتيني مباشره انه اريحه هي المدينه الملعونه بالنسبه لليهود. ليه؟ وبالتالي تاريخيا وبالتالي هم يعني ابعد الناس عن الاستيطان داخل مدينه اريحه. نعم. هم حول المدينه، يعني يسوروا المدينه بالاستيطان، ولكن داخل المدينه روايه تاريخيه عندهم انه هي المدينه الملعونه من وقت شمشون الجبار يعني تاريخيا. مريحة بهاي الزاوية شيء مهم، يعني كمان العقل اليهودي اللي بيقول انه خاصة حديثا يعني القيادة الإسرائيلية بتقول انه هم من المي للمي، يعني استخدموا حتى تعبيرنا الفلسطيني اللي بيقول من المي للمي، آخر تحديثات القيادة العسكرية الإسرائيلية انه من المي للمي لفلسطين. طبعا لما يقول من المي للمي، المي الأولى أريحة يعني. وبالتالي هذه المدينة لا بالنسبة لهم رغم أنها ملعونة لا هم مسيطرين على الأقل على المشالات الأخرى أو امتدادات أريحة، لأن وجودهم في منطقة الأغوار يمتد من حدود بيسان إلى حدود مدينة أريحة. إضافة أنه أريحة بالنسبة لهم مهمة أيضا سياحيا، يعني هم يريدوا لأن المنطقة منطقة سياحية منطقة دينية، فبالتالي يريدوا أن يقولوا للعالم لا كمان إحنا إلنا وجود، مش فقط الوجود المسيحي الإسلامي، لا إنه في الوجود اليهودي كما يدعو الحق الديني في المنطقة. الإياد تطرق إلى مسألة غاية الأهمية، إنه المسيحية بدأت هنا بشائرها الأولى، وهذا يقودني إلى سؤال أنه جزء من تراث المدينة مرتبط برواية السيد المسيح، قرنطل، المغطس، كل هذه التفاصيل. طيب ماذا منح هذا كله أريحة كمقصد
سياحي، وأنا بدي كمان أسمع تعقيب من أستاذ حسن على هذا الموضوع. أنت من واقع موقعك الوظيفي كمدير عام لوزارة السياحة والآثار، كمقصد سياحي ماذا منح أريحة هذا؟ وما المعنى الأدبي الثقافي الديني التاريخي الكامن خلف كل هذه الرواية أو القصة؟ تفضل. يعني هاي إن أريحة أو فلسطين تحتضن نشأة الديانة المسيحية، هذا أعطى أريحة ميزة كبيرة للسياحة الدينية. فلسطين تتميز بالسياحة الدينية، بنحكي العام الماضي عن أكثر من 3 ملايين شخص، كانت أكثر من 70% منهم سياحة دينية. كون أريحة تحتوي على أحد على عدد من المواقع الهامة للديانة المسيحية، بداية من المغطس أو عدد الأديرة اللي شكلت بدايات هروب النساك والرهبان. أعتقد الأديرة العدد هو الأكثر في بلادنا فلسطين. الأديرة اللي موجودة في أريحة هي الأكبر. لا مش بس في أريحة، أنا فلسطين بالذات، حتى داخل فلسطين اللي موجودة بمنطقة أريحة والبرية احنا بنسميها، هي انت بتحكي عن اكثر من 88 دير. هاي شكلت بدايات هروب النساك والرهبان من بطش الإمبراطورية الرومانية، ووصولا لحتى حصولهم على الأمان وإنشائهم لبدايات هذه الأديرة. يعني هو أنا بدي أضيف رواية السيد المسيح في أريحة. يعني وصل السيد المسيح وراعى شجرة الجميز في أريحة، وهي الشجرة الشهيرة، قعد تحتها، الناس بلش يحكي مع بعض، الناس اتجمعت كل أهل المدينة، وكان بين المتجمعين واحد اسمه زكى العشار. زكى العشار اللي هو كان بيجمع العشر، يعني جامع الضرائب، وكان مكروه من الناس. يعني تتخيل الناس تكره جامع الضرائب حتى اليوم، من بدايات التاريخ. المهم انه في الاخير بيقول له يعني انا الليله بدي اعزمك عندي، تعرف تنام في الله. فبياخده من عند شجره الجميز الى منطقه صبيحه، في حاره اسمها صبيحه في اريحه، وهناك في دير الان صار موجود، في البيت اللي نام فيه السيد المسيح هذيك الليله، وبالتالي صار مزارا مسيحيا لله. المزارات المسيحية في أريحة كثيرة، بداية من المغطس، حيث عماد السيد المسيح، إنه السيد المسيح تعمد في المغطس، ولذلك ترى ألوف الحجيج المسيحي من كل العالم. وأنا هون حقيقة بدي أفتح قوس وأقول السلطة الوطنية الفلسطينية تحديدا يجب أن نهتم بهذا المكان، ولا أن نتركه هذا فقط. هذا جزء من الحلقة في السياق، سنأتي على هذه المسألة. طيب أنا سؤالي هنا، استمتع شافك أنت؟ أنا مستمتعة جدا الحقيقة. التاريخ كله وفي الحقيقة يعني بنسى أن أنا مذيعة وعايزة استمتع للحديث، وسعيدة أن احنا في بيت للكل تحديدا ننقل الكثير هنا من على أرض فلسطين وإحنا موجودين في أريحة إلى مشاهدين العرب، خاصة من لم يزر يعني هذه المدن يتعرف عليها. طيب هنا سؤالي أيضا اللي أنا عايزة يعني أعرفه، هذه المدينة بما فيها إذن من كم المزارات وكم التاريخ، سواء من الناحية الدينية أو من ناحية التاريخ والحضارة، هل أقدر أقول أن تم توثيق هذا؟ يعني إحنا نتعامل مع أراضي المحتلة حطت إيده عليه، طيب هل إحنا قدرنا أن إحنا نأخذ هذه الأشياء وتوثق من خلال مثلا منظمة اليونسكو؟ هل إحنا موثقين كل الأشياء كما يوثق الفلسطيني حتى فنه وأكله هويته؟ لأنه خوفا على هذه الأشياء الجميلة أن تنسب في زمن آخر لا نعرفه، زي ما زميلنا العزيز خالد بيقول، يعني التوثيق فين؟ يعني أريحة حقيقة، أنا بدي أرجع بس لتعقيب على حديثك، على خوف من نسب التاريخ بفلسطين، كل ما هو على هذه الأرض هو يعود للشعب الفلسطيني طبعا، بغض النظر عن طبعاً الديانة، سواء كانت تعود للديانة اليهودية أو الديانة المسيحية أو الديانة الإسلامية. في أريحة بنحكي عن 94 موقع أثري، وبنحكي عن حوالي 38 موقع
تاريخي وديني. كثير من هذه المواقع نعم موثق بكافة التفاصيل، لكن في كثير من الآثار في أريحة غير مكتشفة. يعني أنا بذكر هذا القصر اللي إحنا فيه ظل تاريخيا مش معروف إن في إلى بوابة أخرى، وكان الاعتقاد فقط إن بوابة القصر هي البوابة الجنوبية، لحد ما صارت حفريات من قبل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع جامعة شيكاغو، وتم مثلا العثور على بوابة شمالية. لسه هاي الأرض بتعطي الكثير، كل ما إحنا وسعنا اكتشافاتنا عمالنا بنكتشف قديش فلسطين ضاربة في التاريخ، وأريحة أحد أركان هذه البلد. نعم أستاذ حسن، يعني قضية هامة جدا نتحدث عنها، اللي هي كل هذا الزخم الهائل بما تمتلكه أريحة من مقومات حضارية وتاريخية ودينية، تضاريسها، جغرافيتها، ورح ندخل كرئيس بلدية بعدين شوي على الطابع الاجتماعي، احنا حابين نعرف في هذا الموضوع. لكن قضية التسويق قضية هامة جدا، التسويق السياحي، هل بتجدوا انه هنالك امامكم فرص كبيرة حتى انه من خلال هذا التسويق تجذبوا هذه الفرص الى أريحة بالتحديد؟ اكيد، يعني سؤالك مهم وفي الجوهر، واحنا للان يعني لم نقم بالعمل على يعني بي 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 بصورة كلية. أريحة وغير أريحة، يعني صحيح. فلسطين ككل الحقيقة مكان، هو التاريخ، هو الحكاية، هو كل الهاي، وأريحة في المقدمة فيها كل الحكايات وكل الروايات. يمكن للتوثيق، وأنا كنت مهتم بهاي المسألة، لا أنا زرت اليونسكو في باريس، وزاروني في أريحة لما كنت رئيسا للبلدية، وطرحنا مسألة كيفية توثيق هذا الشيء الموجود. و يعني بعرفش بعدين الحقيقة لوين وصلت الأمور، ولكن أنا بنبه الإخوان في بلدية أريحة الآن أن هناك في اتفاقية مع اليونسكو حول توثيق كل ما هو موجود في 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 أريحة. واكتشفت الحقيقة مدى أهمية المكان بالنسبة لهم، خاصة نبع عين السلطان والتل السلطان، اللي هو تل السلطان اللي هو 10,000 سنة. يعني أول ما نزلوا الناس سكنوا في تل السلطان، وهناك كل حكاية تاعت المدينة من بداياتها إلى 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 استمراريتها مش نهاياتها. وبالتالي يعني لا، الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل، مزيد من الجهد، مزيد من التواصل. وأنا برأيي إنه العالم على استعداد أن يخدم هذه القضية، لأن هي قضية عالمية، قضية إنسانية، قضية أثرية عالمية. طب أنا خطر في بالي سؤال، وأنت بتحكي عن تاريخية المدينة، وأخونا إياد أيضا وشاف كيولانا أشاروا إلى قضايا غاية في الأهمية فيما خص الترويج السياحي الذي يليق بالمكان، قدسية وتاريخ وحضارة. أنا بدي أسأل، كل هذا التاريخ المعاش الذي شهده هذا الثرى من عيسى عليه السلام وما قبل عيسى وما بعد عيسى حتى يومنا الحاضر، هذا يعني قيمة تربوية عالية وقيمة إنسانية وأخلاقية وإلى آخره. كيف انعكس يعني وإحنا نشوف أريحة، أريحة وكأنها مدينة بدأت تتطور، بمعنى بدأت تتمدد، ما الذي منع تمدد المدينة في الاتجاهات المختلفة؟ وكل هذا طبعا القيمة باقية في الوعي وفي الوجدان وربما في القرارات اللي لدى المنظمات الأممية زي اليونسكو وغيره، يمكن منحوها ما تستحق من قيمة، لكن كل هذا هل انعكس على سلوك المدينة، على سلوك سكانها؟ هل في، وهذا سألته بطريقة غير مباشرة شافك قبل شوي، ماذا منح أهل المدينة من توارثوا كل هذا العبق، كل هذا التراث، كل هذه الحضارة؟ يعني نحكي الواقع كما هو، في كل معارض وزارة السياحة والآثار العالمية أريحة حاضرة وبقوة. ويمكن إحنا خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله راح نزف لشعبنا الفلسطيني إن شاء الله إضافة موقع تل السلطان على لائحة التراث العالمي كموقع يضاف إلى القدس،
واللي سجلت بفترة الوجود الأردني، وبيت لحم كأول موقع سجلت مدينة السيد المسيح بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعدها بتير وآخرها الخليل. طبعا إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله تكون فلسطين على موعد مع إضافة موقع جديد. أريحة تستحق موقع تل السلطان إن شاء الله قريبا راح يضاف ويتبع إن شاء الله موقع قصر هشام. يعني عشان نكون منصفين أخي أبو حسين، فيش مكان بفلسطين اشتغلت عليه الوزارة ترشح مكانين ببعدنش عن بعض أكثر من كيلومتر إلا أريحة. تل السلطان يبعد عن قصر هشام حوالي كيلومتر، لإيمان الوزارة وقناعة الوزارة إن هذا تراث غني. وبالتالي حاليا وبعد إن شاء الله ترشيح تل السلطان خلال الفترة القريبة راح ينعمل على ترشيح قصر هشام. طبعا أنا بدي أعطي أحد الأمثلة على شو ممكن يفيد على سيرة التسويق تسجيل موقع على لائحة التراث العالمي. بدنا نعطي مثال على بتير. بتير قرية طبعًا. في بيت لحم، قرية وادعة صغيرة طبعًا. بديش أحكي عن الأثار السياسية والعالمية والأهمية لحماية هذا التراث، لكن أنا بدي أحكي بس على الصعيد الاقتصادي على سيرة التسويق. بتير صار يزورها سنوياً حوالي 300، سجل العام الماضي حوالي 300 ألف زائر. فيك تتخيل قرية صغيرة يزورها 300 ألف زائر. انعكس على أهل البلد، انعكس على المنشآت اللي أنشئت طبعاً بسبب طبعاً هذا التسجيل. وإحنا إن شاء الله متوقعين هذا التسويق اللي له انعكاساته كمان على الحركة الاقتصادية والاجتماعية طبعاً. يعني هذا اللي إحنا بنتوقع إن شاء الله بعد تسجيل أريحة على لائحة التراث العالمي إن شاء الله. تسجيل تل السلطان وإن شاء الله يتبع ضروري قصر هشام. نعم. طيب خلينا نروح لنقطة تانية، يعني يمكن برضو أنا ولينا قاعدين بنبص في المواقع، لأنه يعني إحنا طبعا إحنا أهل البلد، إحنا أهل وطن عربي، ولكن برضو من كتر الجمال والخيرات اللي قرأنا عنها وبنعرف عنها بيحصل نوع من أنواع الغيرة. يعني مثلا حضرتك ذكرت في البداية بأنه طواحين السكر كانت موجودة في أريحة، مزارع الأسماك موجودة في أريحة، منتجات وأشياء صناعية منذ زمن المماليك. طب أنا عايزة أقول إنه هل تتفقون معي لو قلت أن أريحة مدينة نظيفة للبيئة؟ يعني كلنا نعرف أن العالم الآن يعني ينطلق إلى مؤتمرات خاصة بحماية البيئة، منها آخر مؤتمر كان في شرم الشيخ كاب 27، والعالم بيعمل خريطة جديدة للمناطق الصالحة. أنا شايفة أنه أريحة لابد أن تضاف إلى هذه المناطق كمنطقة فيها أشياء أورجانيك، أشياء طبيعية، أشياء سياحية، وبالتالي برضو يبقى إحنا بنسوق أريحة بشكل آخر كمدينة نظيفة للبيئة. في شيء مهم جدا انه نسبه الاكسجين في جو أريحة 7%، وهي طبعًا. نسبه يعني مش موجوده بكثير مكان للاستشفاء أريحة الاماكن، لذلك هي مكان للاستشفاء، مكان انك تيجي. بالطبع بالزمانات كانت الناس تشتي، اليوم بيجوا صيفوا بأريحة لانه في مي لطيفه، وبالتالي بامكانه يسبحوا ويشموا الهواء والى اخره. فممكن تكون مكانها براق كمدينه نظيفه صالحه للبيئه. اكيد اكيد اكيد، لانه زي ما قلنا انه الله معطيها انه هاي المسافه اللي بالطبع أريحة اخفض مدينه بالكون، 417 متر تحت الارض، تحت مستوى سطح البحر، وبالتالي هذا معطيها كل هاي السمات من بعد الشمس، من الأكسجين، من كل هاي الأمور الصحية، وبالتالي هي مكان للاستشفاء من كثير من القضايا المهمة. إضافة يعني إنه في أريحة البني آدم المخنوق فيه يقول في شم نفسه زي ما بينقال، لأنه اولا هي مدينة مريحة يمكن من اسمها، لذلك في كثير بيقول لك أريحة المريحة يعني، وبالتالي هي مدينة
تعطي راحة نفسية وراحة جسدية وراحة فكرية حتى للإنسان. ولذلك يجب تسويق المدينة بناء على هذه جملة المسائل الصحية والنفسية والإنسانية والجمالية. أقول لك أنت لما بتروح تشتري بردقان عند أي تاجر، بردقان ريحة بسعر وباقي البردقان بسعر ثاني، والموز الريحاوي البردقان الريحاوي. طب شوقتونا بقى شوية بردقان. النعنع الريحاوي، يعني النعنع الريحاوي الشاي حسن شاي أريحة. ما هو مو شاي، ما هو لذلك بقول لك انه النعنع والشاي لا هاي اشياء مو انتم جايين بالليل يعني فيش الا المي الا اذا بترجعوا نستضيفكم ما عندناش مانع يعني. طيب. اهلا وسهلا. الله يخليك. اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام والمشاهدين، بما انه احنا بنحكي على التسويق، احنا محضرين بيت للكل تقرير، هذا التقرير بدنا نسوق أريحة كمان من خلاله. بنحكي عن أريحة الحضارة والتاريخ، البعد الديني لأريحة، التضاريس، الجغرافيا، الإنسان والمكان، كل الأشياء الجميلة الموجودة في أريحة من خلال هذا التقرير. ترسو أريحة الهادئة بكامل تاريخها في حضن سلسلة جبلية ملتوية، فيما هدوءها واستواء أرضها يغازل كثبانها الرملية المدهشة كلوحة فنية طاغية الجمال، متقنة الصنعة، نادرة الوجود، تستقبل الزائرين لبلادنا فلسطين وتودع المغادرين، ذلك أنها بوابة الوطن الشرقية إلى العالم. حبى الله المدينة مناخاً مدارياً جافاً صيفاً ودافئاً شتاءً بمعدل رطوبة يصل حدود 50%، لتنضج محاصيلها المختلفة قبل مثيلاتها في المحافظات الأخرى، وبذلك تكون أريحة استحقت أن تكون سلة الوطن من الخضروات والفاكهة وخاصة الموز والتمور. تمتاز محافظة أريحة بالمناخ الطبيعي اللي هو عبارة عن محمية طبيعية في فصل الشتاء، مما يسهم في تعزيز إنتاج المزارعين والإنتاج الزراعي ذو الجودة وذو القيمة العالية والمتنوع في نفس الوقت، لرفض السوق المحلي والسوق والأسواق الإقليمية والأسواق الدولية بمنتجات زراعية قابلة للتنافس وعندها قدرة على إنتاج بالجودة العالية والمنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية. هنا التاريخ يروي قصصاً عمرها 9000 عام، حيث تزدحم هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة بالمزارات والمواقع التاريخية والأثرية الدالة على أصحابها الذين عمروا الأرض وخلفوا هذا الإرث الحضاري المتنوع، وما يجعلها قبلة للسياحة مناخها المعتدل شتاءً وخاصة ما بين تشرين ونيسان. يعني أريحة يمكن هي تعتبر أحد أقطاب السياحة الفلسطينية، تأتي بعد القدس وبيت لحم من ناحية أعداد الزوار الوافدين والمحليين، لكن يمكن أريحة تتميز عن غيرها من المناطق الفلسطينية بأنها تعتمد بشكل كبير أيضا على السياحة المحلية، وهذا الشيء وهذه الميزة خلت أريحة أقل تضرر من باقي المناطق بفعل جائحة كورونا، جائحة اللي أثرت على كل السياحة، على قطاع السياحة بكل العالم كان وعلى فلسطين بشكل خاص وقوي وعلى باقي فلسطين، لكن كانت يمكن بأريحة الدرجة كانت أقل. استعادت أريحة العافية وبدأت تعج بالمنتزهات والمطاعم والفنادق، وباتت محجاً للزوار من كافة أنحاء العالم بعد إيلائها كامل اهتمامات جهات الاختصاص المختلفة في السلطة الوطنية من خلال ترميم المزارات المختلفة وإنشاء مرافق سياحية تليق بمكانة المدينة وبتاريخها وموقعها الجغرافي، وهي أول ما تطأه أقدام ضيوف فلسطين. ما زلنا مشاهدي بيت للكل زي ما حضراتكم عارفين في فلسطين، وتحديدا نحن في مدينة أريحة، والحقيقة الكلام كله بأريحية زي ما بيقولوا. في مدينة أريحة على بعد كمان احنا على بعد يعني على بعد امتار
من أكبر سجادة فسيفساء كبيرة جدا، وكان لينا حق إن احنا زرنا في مدبة الحقيقة يعني الجمال اللي موجود في الفسيفساء. وكمان هنا في قصر هشام زي ما حضرتك ذكرت هناك أيضا يعني سجادة فسيفساء، إزاي بيتم الترميم وأيضا التوثيق زي ما احنا مصرين على التوثيق والتسويق في نفس الوقت؟ فضل. خاصة أنه اسمح لي للمقاطعة شفكي، بدي أضيف معلومة أنه في مادبة هنالك أقدم خارطة في العالم ذكرت فيها أريحة، ذكر تم ذكر أريحة في هذه الخارطة. صحيح، يعني حتى إحنا نبسط الموضوع، الفسيفساء هي أحد الفنون الجميلة واللي يمكن ميزت المواقع الفلسطينية من الفترة الرومانية البيزنطية والإسلامية. بهذا القصر في أحد أكبر أرضيات الفسيفساء المتصلة في العالم، إحنا بنحكي عن حوالي 850 متر مربع من الفسيفساء، فينا نتخيل دونم أرض من الفسيفساء، كل متر مربع بتحكي أنت عن 1000 حجر. فأنت تخيلي بنحكي عن حوالي 10 ملايين حجر صغير مصفطة جنب بعض. يعني أنت بتحكي عن 38 سجادة. هاي 38 سجادة كلها مجتمعة مشكلة السجادة الكبيرة من 22 لون حجر من فلسطين. طبعا حتى الفسيفساء بتمثل فسيفساء المدن الفلسطينية، حجر الأحمر من بيت لحم، حجر الصليب من بيت لحم والقدس، حجر الأسود من النبي موسى، الحجر الأبيض من الخليل، والحجر الأصفر من الشمال. بتحكي عن 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 ملايين الحجارة طبعا بفن الفسيفساء. طب يعني قيمتها ايه برضو حضرتك بتتحدث القيمه نفسها، قيمه التاريخيه بتقصد التاريخيه بتاعه السجاده وهذه الرسومات الدقيقه الصغيره جدا بهذه السجاده الكبيره؟ هي كانت جزء من قاعه الاستقبال اللي كان الخليفه بيستقبل فيها كبار ضيوفه. طبعا يمكن بيميز هذه الارضيه على مستوى العالم اضافه للالوان اللي فيها والجمال اللي فيها، إن فيها أهم لوحة على مستوى العالم اللي هي شجرة الحياة إحنا بنقولها. هي عبارة عن لوحة بتمثل الحياة بخيرها وشرها، اللي هي شجرة، شجرة الخشخاش، الخشخاش أبو حسين، خشخاش أو البرتقال، نموذج للشجرة. على يسار هذه الشجرة في غزالين عايشات بسلام، وعلى يمينها في أسد بفترس غزال. يعني للي من اللي بده ينظر لها هي بكون على يمينك أسد بفترس غزال، وعلى الجهة الأخرى غزالين عايشات بسلام. طبعا هي رمزية، هي بتمثل الحياة بخيرها وشرها، القوة والضعف، الحرب والسلم، وهي يعني رمزية. هذا انعكاس لطبيعة المنطقة؟ يعني هذا نعم، هي الحياة. هي لا يا حضرتك ذكرت الغزالة وكده، هل في هذا التوقيت كان الغزلان هنا موجودين طول الوقت، فبالتالي الفنان العبقري الذي يرسم رسم الطبيعة؟ أنا بحكي لك هذه جزء طبيعي، هي الطبيعة شبه صحراوية، هاي منطقة بادية الشام تحتوي كل هاي الحيوانات، هو استوحاها منها وحتى النباتات اللي موجودة منها. ويمكن أحد كمان في جزء من السجادة الكبيرة تجدي سكينة فواكه، وبيستخدموها كيف كانوا الأمويين يستخدموها الفترة الأموية، كانوا متحضرين. عودة لهذه الأرض، شو ما الغرابة في كل ذلك؟ وهذا المكان شهد أول الحضارات، يعني الناس متحضرين. صحيح. إن أخذ عن البداوة العربية إنهم ما بيستخدموا هذه الأدوات، إنهم بوكلوا بإيديهم. أشارت أحد لوحات الفسيفساء على إن كان في جانب آخر اللي هو استخدامهم لسكين الفاكهة. ليس هذا مثال على التحضر، لكن على المستوى اللي هم كانوا بيمارسوه بذاك الوقت. هذا كان بيميز فترة الخلافة الأموية، وكان بيمثل قوة وجبروت وتحضر الخلافة الأموية في ذاك الوقت. يعني حتى تمثال الخليفة اللي نوجد هون، هو للأسف معظم آثار قصر هشام
هي نقلت للمتحف الفلسطيني. طب هقول لحضراتكم حاجة، يعني كنت في العام الماضي في زيارة إلى العاصمة البريطانية، تحديداً في حديقة الهايد بارك، بقى في مكان حديث مش فسيفساء ولكن شبه هذا الشكل، عبارة عن يعني في الأرض عبارة عن دائرة كبيرة وفيها شجرة حياة. والله أنا لما شفت ده قلت هذه أشياء جديدة مستوحاة من إيه يعني. فإذا الشرق الأوسط يعني تسرق أفكاره طبعاً كثيرة طبعاً. حتى لو مش بس تسرق أفكاره، يعني معظم الآثار، أنت بتدخلي على متحف برلين، تدخلي على 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 متحف اللوفر، تدخلي على متاحف العالم طبعاً. كلها من آثار مصر صحيح. والعراق وفلسطين بالضبط. أحكي لك معظم آثار قصر هشام، معظم آثار قصر هشام هي موجودة بالمتحف الفلسطيني في القدس اللي اسمه متحف روكفيلر، اليوم هي تحت سيطرة الاحتلال. أنت إذا رحتي على المتحف الفلسطيني في القدس اللي هو متحف روكفيلر بتحزني، حتى بتلاقي تمثال الخليفة هشام، طبعا هذا أحد أعظم الفنون في ذاك الوقت. تحكي عن تمثال لخليفة، أسدين رابضات تحت رجليه، مثال لقوة العرب بالفترة الأموية. إحنا لا يفصلنا الكثير من الكيلومترات عن البحر الميت الذي يشكل جزء من هذا الفضاء، من هذا الامتداد العظيم. بحر الميت انتم بتعرفوا بالمناسبة انه هو تم استخراج مواد طبية منه لعلاج صحيح. البشرة لعلاجات كثيرة، روماتيزم والتهابات العديد العديد، ويقال انه كيلوباترا استخدمت واحدة من هذه المستخرجات. يعني انت بدك جاوب بدك جاوبنا. هذا دلالة إضافية على عظمة المكان، واحنا مش فاهم ليش بنستنى في الغرب يسوق لنا ويونسكو، شو بدنا في اليونسكو مع ان ما هو اكثر قيمه تاريخيه من اليونسكو. وبعدين بدي اسالك، انت كتبت شيء عن المدينه بهذا الخصوص طلع حسن؟ لا هو في يعني انا من خلال الفتره اللي كنت موجود فيها في شاب باحث اسمه خالد عوض الحقيقه عم بيعمل مجموعه كتب عن كل مدن فلسطين، ولكن بدأ في عمل كتاب عن مدينة أريحة في 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 كثير من القضايا والموضوعات. هو لا شك إنه أريحة بحاجة إلى كتابات كثيرة في زوايا متعددة مثل ما حكيت حول البحر الميت وغير البحر الميت وكل هاي المسائل. هذه المناطق مليانة أشياء، يعني مليانة إشياء للتسويق. هذه فلسطين بتطعمينا السمن والعسل كما يقول. هي 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 بلاد ربنا معطيها مناخ جميل، ربنا معطيها تنوع غير موجود في مساحة كتير محدودة. يعني أنت من الصحراء موجودة في فلسطين إلى الجبل اللي عليه ثلج موجود بفلسطين. أستاذ حسن، اليوم شفكي حكت كلمة هي بمنتهى العفوية كانت، لكن فيها معنى وقيمة كبيرة. احنا كنا بنتغدى، حدا ما عزمنا، زميل إلنا عزمنا على طلبة مقلوبة، فبتقول شفكي الدجاج طعمه مختلف والزهرة طعمها مختلف. بقول زميلنا لا يعني انتو ممكن ناخذ زيت زيتون معنا على مصر وتكون المقلوبة بنفس الطعم لها. قالت له لا، باذنجان عندكم طعمه غير والزهرة طعمها غير والبندق أقسم بالله هذه ميزة، هذه أرض مختلفة بالضبط. لأنه كل يعني يمكن ربنا حبانا في منطقتنا العربية الجميلة دي الخصبة حقيقي اختلافات، ولكنها كلها اختلافات أحلى من بعض. يعني إحنا نشبه بعض ولا نشبه بعض، وده شيء جيد مزبوط. إن إحنا يكون عندنا ده. طيب بما إن إحنا في حوارنا عن البحر الميت، وخليني برضو أقول إنه نحط برضو التسويق الإعلامي لأنه مهم. يعني لنا فتحت علينا التسويق، فخلينا ندخل أيضا إلى التسويق الإعلامي، لأنه بيت للكل بيعمل على هذه وظيفته، هذه وظيفة لينا إن إحنا الآن نتحدث عن أريحة، نتحدث عن إمكانات كثيرة. عايزة بما إن إحنا في دائرة البحر الميت، عايزة برضو أعرف من حضرتك أستاذ إياد، هل هناك أيضا مشاريع أخرى؟ هل في شراكة مع أوروبا ممكن تبقى موجودة؟ لأنه المستعمر إذا أقام أي شراكة باسم أراضي فلسطين فهي في خزانة المستعمر. هل نحن من الذكاء أن نستخدم بقى مشاريعنا ويكون لنا مشاركات مع أوروبا؟ يعني للأسف هو البحر الميت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، كل موارد البحر الميت تحت سيطرة هذا الاحتلال.
ويمكن كمان أحد المواقع الهامة عالمياً على مستوى مواقع الأثرية والتاريخية هي بتقع في جنب البحر الميت أو في منطقتها. نحكي عن مثلاً موقع قمران. الاحتلال هو حتى بكل المشاريع اللي طرحت عبر الاتحاد الأوروبي أو عبر ناس كثير من المنظمات إن عمل مشترك في مناطق بتخصك أنت داخل حدود مناطق سيطرتك، لكن في المناطق اللي فيها سيطرة للاحتلال الإسرائيلي لا، هو السيطرة إلى الموارد إلى الاستفادة إلى. أنا عود على الموقع اللي كنت بحكيه في منطقة بحر الميت، بحكي عن أهم موقع أو أحد أهم المواقع الكبيرة في العالم اللي هو موقع خربة قمران. هذا الموقع اللي وجد فيه آلاف، يعني مش آلاف، مئات اللفائف اللي حكت عن تاريخ المنطقة. طبعا هذه على سيرة عودة للموضوع الأول تهربت. شو مقصود باللفائف؟ مخطوطات تقصد؟ مخطوطات هذه نوضح للمشاهد مش عارف. لا، هي المخطوطات احنا بنسميها مخطوطات البحر الميت. هذا أعطى التاريخ عن كل المنطقة. طبعا تهربت جزء للخارج ولكن معظمها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي عدم وجود سيطرة مباشرة إلنا أو حتى شبه مباشرة كمان على منطقة البحر الميت بحد من استفادتنا من وجود البحر الميت. يعني أنا يمكن بدي أستذكر آخر مرة صار فيها حصار على مدينة أريحة بدايات هذا العام، تم تحويل مئات حافلات السياحة عبر الطرق الالتفافية للمواقع اللي بتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي مرت أريحة من بدايات العام لحديت بدايات شهر 5 و6 حتى الماضي بفترة تقريبا خنقها الاحتلال بالسياح نتيجة تحويل هذه الحافلات لمواقع تقع تحت سيطرتها. بالتالي استفادتها، وهذا بنطبق على الاستثمارات اللي بيقوم فيها الاحتلال بمنطقة البحر الميت. فعشان هيك بظل طالما احنا سيطرتنا محدودة على هذا بظل استفادتنا كمان محدودة من هاي المنطقة. نعم. طيب احنا كل هالحكي اللي حكيناه يعني كنا نحكي عن التاريخ والاهتمام وما إلى ذلك، الآن ندخل للحياة، المعترك الحياة الاجتماعية، أريحة الإنسان، العلاقات الاجتماعية في أريحة، الناس، الشوارع، ناخدها بشكل عام. يعني خلينا نعيش معك هيك يوم من أيام الإنسان الريحاوي. أريحة الحقيقة بالحياة الاجتماعية كمان سمة خاصة بكل فلسطين، وأنا بدي أعطي حادثتين. شوفي حادثة فرضا وفاة، المساء بتلاقي كل أريحة بشبابها بنسوانها برجالها كله بروح على العزاء. يعني بغض النظر إنك ساكن أريحة من الخليل، ساكن أريحة من نابلس، ساكن أريحة من القدس، أنت ريحاوي كذا إلى آخره، المساء كل الناس بتروح على العزاء. الفرح ايضا نفس الشيء. فبالتالي في نمط بيصير في هذه المدينه من الترابط الاجتماعي الحقيقه قل نظيره، وما بتشوفيه في اي مدينه اخرى بهالزاويه. وهي زاويه اجتماعيه في منتهى الخصوصيه ومنتهى الاهميه والانسانيه. هذا جانب. الجانب الثاني الحقيقة إنه 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 حد مرض أو حد كذا بصير فيها نفس المسألة ونفس المعطيات. بدي أعلق نقطة على حكاية أبو حسين بالنسبة للحياة الاجتماعية. أنا شيء بشوفه يوميا بأريحة، ليش أقولني بشوفش بالمدن الفلسطينية الثانية، بس أكيد هو موجود، لكن أنا بأريحة بشوفه. المزارعين اللي بيزرعوا الأراضي، اهل البلد تقريبا بميلوا على المزارع وبخذوا كل واحد باخذ حصته، باخذوا حصتهم وبيسالوه، صدقني ما بيسالوه يا اياد بنفس خيره والمديني، والله بنفس خيره والمديني حباها الله بكل هذه الخصائص. سبحان الله، ناس لازم كمان يمتازوا بهذا الخصيه. طيب بدي اسالك انا، يعني والمدينه تحظى بكل هذه المكان والى اخره، انا بدي اسالك وين هي من جدول اعمال الحكومه من حيث الترميم، اعاده تنشيط الحياه السياحيه
بالنظر إلى أنه أريحة في الفترة الأخيرة للأماني مستهدفة من الاحتلال بشكل يعني سافر ويومي، إغلاق وكذا، حدا بيسكر بوابة فلسطين الشرقية إلى العالم الخارجي، يعني وتخيل انعكاس ذلك على الناس وعلى كل مكونات المجتمع الفلسطيني. يعني على سيرة وين هي بجدول أعمال الحكومة الفلسطينية، أنا بحكي باسم وزارة السياحة كونها جزء من هذه الحكومة طبعًا. الفلسطينية حقيقة أريحة تحتاج كثير، لكن كمان حتى ننصف، مش بدي أنصف الوزارة لكن بدي أحكي كلمة حق، كمان يمكن من أكثر المدن الفلسطينية على مستوى موازنة ما يتوفر من موازنة وزارة السياحة هي تقدم أكثر من المدن الفلسطينية الثانية لإيمان الوزارة وقناعتها بأن أريحة تحتوي كنز أثري وسياحي لازم نستثمره. حتى الوزارة هي بتعتبر أريحة ثالث أقطاب مثلث السياحة الفلسطيني بعد القدس وبيت لحم. أريحة العام الماضي سجل حوالي أكثر من 3 ملايين زائر، سجلت نسبة الإشغال الفندقي أكثر من 95%. أنا بدي أحكي إن آخر فقط 5 سنوات على هذا الموقع اللي إحنا قاعدين فيه مثلاً تحكي عن مشاريع تقارب $20 مليون بموقع صغير، تحتاج كمان تحتاج كمان. وعودة للنقطة الأولى، إن مدينة صغيرة زي هذه بكيلومترات مربعة تلاقيها بدها تسجل فيها موقعين على لائحة التراث العالمي بمدينة صغيرة، طبعا شيء عظيم كبير صراحة، إنجاز. أنا يعني شوف نحكي مش كفاية، صحيح مش كفاية، لكن ضمن موازنة وزارة السياحة والآثار على حد، لأن الحكومة يعني كمان عندها تربية تعليم والحكومة عندها صحة طيب. وعندها التزامات تمام. حقيقة عظيم. لكن أريحة ماخذة بالسنوات الأخيرة حصة الأسد، إحنا هذا الحكي يمكن إحنا عايزينها تاخد حصة الأسد والله من موازنة الوزارة حقيقة أكيد. خلونا كذا بما أن إحنا نتحدث في رحاب أريحة برضو نقول مشاهدي بيت للكل أسماء عن أريحة. تاريخيا مدينة القمر والنخيل وحديقة السماء، الحقيقة أسماء لطيفة جدا والكثير من المسميات، روايات كثيرة بقى ربطت بينها وبين البحر الميت بمدائن صموت، صحيح يا رب يكون بنطقها طبعاً مثل طبعاً. أهلها صموت. أنا طول النهار بتعلم من خالد نطق صموت لأنه برضو أنا لم أعش في هذه المناطق، لابد أن ننطقها مثل أهلها. بس أنت عندك انتماء غريب لفلسطين. أيوة صموت وعمورة يعني صح؟ مثل أنا ولينا أنا ولانا تقريبا بتقاسمين الميزي فإذا صموت وعمورة طبعا مظبوط. طيب هنا سؤالي يعني أستاذ حسن صالح، سؤالي الأخير لحضرتك، ما هي رسالة العالم، ما هي رسالة أريحة إلى العالم؟ يعني حضرتك يعني أذكر هذه الرسالة عبر بيت للكل. يعني رسالة أريحة إلى العالم نحن هنا، يعني بمعنى أيها الإنسان في العالم تعال إلى أريحة، سترى بدايات الإنسان، سترى حكاية الإنسان، سترى رواية أخرى تدلك كيف بدأت هذه الحياة وكيف نمت وكيف انتشرت، وسترى مع ذلك مكانا جميلا، مكانا إنسانيا، مكانا سيعرف كيف يستقبلك وكيف يودعك بجمال وجمال وجمال. يعني الحقيقة بهذا الكلام وهذه الرسالة أعتقد يعني سنتركها كذا على باب بيت للكل لتكون رسالة أريحة إلى العالم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن صالح، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إياد حمدان، وأيضا لكل زملائي الأعزاء لانا وخالد، وبقي إحنا مازلنا في أريحة، شاي بالنعناع ده أكيد هيحصل بعد شوية، أنا نفسي في تمر ونفسي أعرف أخبار البرتقال إيه، طول الوقت بسمع عن حاجات في أريحة. دمتم في رعاية. لا قبل دمتم أنت قلت اللي في نفسك، خلينا أنا ولانا نحكي اللي في نفسك في نهاية هذه الحلقة. لانا تفضلي. يعني أنا اللي بدي أحكي بأنه جيت لهون، أنا كان في إلي زيارة سابقة لفلسطين لكن ما زرت أريحة، هاي المرة زرت أريحة، جيت بس ما كنت متوقعة هيك أكثر من رائعة وأكبر مما كنا نتوقع من ميزات فيها، فللعالم أجمع هنا أريحة انتبهوا لها. شكرا. أنا بدي أقول أنه أعيدوا لأريحة ألقها من خلال إعادة المواسم فلسطين
إلى هذا المكان. في هذا المكان بدنا نشوف العام القادم لما نيجي إن شاء الله بعد 6 شهور يعني، بدنا نشوف في ليالي ريحوية، بنشوف مسرح، بنشوف دبكات شعبية فلسطينية، بنشوف ليالي غناء. فلسطين تاريخيا بلد المواسم، فبدنا اياها ترجع أكيد. بلد المواسم وموسم أكيد. النبي موسى طبعا أكيد. موسم يعني النبي. كل هذا الكلام الجميل أكيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا مشاهدي بيت للكل، ما زلنا نجوب معكم لنقدم لكم كل ما هو جميل. هذه الأرض الفلسطينية عامرة بالخيرات وأريحة، كانت هي حلقتنا الليلة. أشكركم ونلتقي معكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. تصبحوا على ألف خير.